السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا الحصة ديال اليوم ان شاء الله غنديروا انواع ديال البيداغوجيات، يعني غنشرحهم بالتفصيل. اذا نبداو على بركة الله. اول بيداغوجيا غنشرحوها هي البيداغوجيا الفارقية. يعني اين فوا كنسمعوا البيداغوجيا الفارقية كيطيح لنا في الدين ديالنا باللي غادي يكون عندنا غنهضروا على شي حاجه سميتها الفوارق. مزيان. اذا هذه البيداغوجيا الفارقية هي اجراءات وعمليات تهدف الى جعل التعليم متكيف مع الفوارق الفردية بين المتعلمين، اي ان هناك فروق بين متعلمين الفصل الذهنية وبسيكولوجية ونفسية. بمعنى ان مثلا في القسم، مثلا ملي كتكون كتقري في شي بلاصه ولا تعينتي في شي بلاصه، كتلقى التلاميذ مثلا عندك 10 متفوقين و10 متعثرين. اذا دائما فاش كتبغي تشرح، يعني ما كتطلعش النيفو، وكذلك ما كتهبطش النيفو، يعني باش ما تظلمش المتفوقين وكذلك ما تظلمش المتعثرين. بمعنى يعني دائما خصك دير التوسط والاعتدال في الشرح، باش لان كاين اللي ما كيستوعبش دغيا، كاين اللي كذلك كيستوعب دغيا، يعني كاين بزاف ديال الفروقات داخل القسم. اذا هاد البيداغوجيا كتجي كتقول لك خصك تجعل التعليم كيتوالم مع دوك الفوارق اللي كاين بين المتعلمين الفصل. وكذلك ملي كتبغي تعطيهم مثلا شي امتحان ولا شي تمرين، يعني ما كتجيش مثلا عند 10 عندك متفوقين خصك تعطيهم التمرين يكون صعيب. اذا الا درتي هكا راه غادي تظلم دوك المتعطرين. اذا دائما خصك تراعي المتعطرين، يعني تحاول تعطي تمرين كذلك يكون بيني وبين، يعني ما تظلمش المتفوقين وكذلك المتعطرين. اذا هذه البيداغوجيه كتجعل انك خصك يكون التعليم متكيف مع دوك الفوارق الفرديه بين المتعلمين. اذا هذا هو التعريف ديال البيداغوجيه. وكذلك ملي مثلا كتقري في الباديه ولا هذا، خصك تراعي دوك المحيط فين كيعيش التلميذ والثقافه ديالو. يعني ممكنش مثلا انت تعطيهم انشاء وتقول لهم هضر لي مثلا على رحلتك مثلا في المدينه، وكاين اللي ما عمرهم مشى للمدينه ولا هذا. اذا دائما كتراعي المحيط فين كيعيشوا والنفسيه ديالهم وكذلك القدرات الذهنيه ديالهم. اذا هذه هي البيداغوجيه الفارقيه. كذلك غنمشيو للبيداغوجيه الخطا، هي تهدف الى جعل الخطا امر طبيعي، ومن الخطا يتعلم الانسان. مزيان. اذا مثلا فاش كتكون كتقري شي درس وساليت الحصه وبديتي وغتعطي واحد الحيز زمني مثلا الاسئله الشفويه، يعني كطرح شي سؤال مثلا على شي تلميذ كيرفع صبعو مثلا كيجاوب خطا، اذا في هذه اللحظه يعني ما خصكش تعصب عليه وتقول ليه مثلا انا من الصباح كنشرح وانت كاع ما منتبه وانت ما مركز. يعني الا جاوبتيه بهذه الطريقه ما غاديش يرفع مازال مره اخرى الاسبوع ديالو باش يجاوب. اذا هنا كتحاول كتمارس عليه واحد القمع او السلطه ديال انه ما كتخليش ليه الفرصه باش مثلا يتشجع ويرفع الاسبوع ديالو مره اخرى. اذا هنا خصك تقول ليه مثلا مزيان راك جاوبتي مثلا على السؤال اخر اللي هو ماشي هذا اللي طرحت انا. وهكا كيكون واحد الحماس داخل الفصل، وكيكون حتى واحد التشجيع بين التلاميذ باش تكون ديك المنافسه الشريفه بيناتهم باش يجاوب هذا ويجاوب هذا. اذا هذا الخطا بيداغوجيا الخطا كتقول بلي ان الخطا انساني، ومن الخطا يتعلم الانسان. يعني الخطا خصك تكون عندك ديك القضيه بان الخطا امر طبيعي، وان الخطا ماشي شي حاجه، وبالعكس خص يخطا التلميذ باش يدير المحاوله باش يصحح المعلومه ديالو. وكذلك لدينا بيداغوجيا اللعب، سنقتصر على مثال. مثلا في مستوى الاول مثلا اللي كتعطي عندما تعطي العجينه للتلاميذ، يعني في نفس الوقت كيلعبوا بها وفي نفس الوقت يصنعون بها ارقام وحروف. يعني في هاد البيداغوجيا اللعب كتقول لك دمج اللعب ضمن العمليه التعليميه التعلميه. يعني ملي مثلا كتعطيهم العجينه، راه التلاميذ في ديك اللحظه في نفس الوقت كيخرجوا من داك الروتين ديال الضغط ديال الدراسه، ويعني في نفس الوقت يقدروا يصنعوا بها ارقام ويصنعوا بها حروف ويصنعوا بها مثلا يعني بحال هكا ارقام حروف، يعني في نفس الوقت كيلعبوا في نفس الوقت كيتعلموا. اذا هذه هي بيداغوجيه اللعب. وكاين بزاف ديال الالعاب اللي يمكن يعني ماشي غير هاد اللعبه، يعني اقتصرت على هاد اللعبه ديال العجينه. وكذلك لدينا بيداغوجيه التعاقد، يعني ملي كنسمعوا التعاقد يعني الكونترا، يعني مثلا في بدايه المشوار الدراسي
يعمل الأستاذ بعدة قوانين مثلا مع التلاميذ. مثلا فاش يلاه كيصيفطوا كل شي بلاصة تعينتي فيها، أول حاجة كتلاقى مع التلاميذ، يعني كتعرف على الأسماء ديالهم، مثلا كتقول لهم خصنا مثلا هذا العام إن شاء الله تكون نسبة النجاح، يعني كدير لهم واحد تقويم تشخيصي، تعرف النيفو ديال التلاميذ. كذلك تقول لهم يعني تحدد مثلا أمين القسم، رئيس القسم، الكاتب. كذلك تقول لهم بلي مثلا عدم الاستهزاء بالآخرين، خص الإنسان التلميذ يحترم أخوه الآخر. وكذلك يعني لباس الوزراء، يعني بزاف ديال الأمور يعني كتناقشوها في بداية المشوار الدراسي وكتماشاو عليها. مثلا يبقاو يجيو مثلا قبل 5 دقائق حتى القسم ولا هذا، المهم كدير معاهم واحد القوانين وكتماشاو عليهم باش يكون واحد الجو ديال الدراسة مزيان. إذا هذه هي بيداغوجيا التعاقد. وكذلك لدينا بيداغوجيا المشروع، إذا هو مشروع يتفق عليه الأستاذ والمتعلمون ويعملون عليه. إذا كيت بروجي دوكلاس كما كنقولوا. إذا هذا المشروع مثلا يقدر يكون مثلا مجلة حائطية كنديروها في داخل القسم وكنحطوا فيها مثلا داكشي اللي كيرسموا التلاميذ، ولا مثلا يعني كنتفقوا مثلا باش هذا العام إن شاء الله مثلا التلاميذ يكونوا متفوقين مثلا في ديك البلاصة في السادس ابتدائي ويجيبوا الرتب الأولى. إذا بحال هكا، ولا مثلا إذا كنتي في شي بلاصة مثلا في شي فيلاج ولا هذا، كتقدر تقول لهم مثلا دوك القنينات اللي كيكونوا كيتلاحوا مثلا عوض يتلاحوا في البيئة ولا وتو البيئة، كيجمعوهم التلاميذ وكيجيبوهم مثلا للفصل وكتبرع بهم مثلا المؤسسة لشي خيرية يبيعوهم ولا هذا. إذا هذه هي بيداغوجية المشروع، يعني واحد المشروع كيديروا الأستاذ والتلاميذ وكيتفقوا عليه ويخدموا عليه بتراضي، يعني من كلا الطرفين، يعني كيتماشاو عليه. وهذا هي هذه هي بيداغوجية المشروع. وكذلك لدينا بيداغوجية حل المشكلات، هو تهديف إلى مناقشة الوضعية المشكلة للبحث عن الحل. لأن كما قلنا الوضعية المشكلة في النظرية البنائية كنا شرحناها، هي الوضعية المشكلة هي وضعية مصطنعة ليس بالسهل ولا صعب التجاوز. إذا هذه الوضعية المشكلة أنت اللي كتعطي للتلاميذ، ممكن يكون تمرين مثلا مسألة. إذا مثلا ملي كتعطي شي مسألة للتلاميذ، راه كتكون تخلي لهم مثلا واحد الوقت مثلا ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق، وكتقول لهم مثلا كل واحد يجاوب في ورقة منفردة، يعني باش تشوف الأخطاء ديال التلاميذ وتشوف الطريقة مثلا ديال كيفاش كيجاوب هاد التلميذ. وهاد البيداغوجية لحل المشكلات يعني كتمكنك بأنك تجاوب بواحد الطريقة اللي يعني كتدرب على كيفاش أنك تجاوب على التمارين. وكذلك ملي كتعطي تقول لهم كل واحد يجاوب في ورقة، يعني كتجمع دوك الأوراق مثلا ملي كتعطيهم واحد الوقت وكتشوف الأخطاء، وهنا في هاد اللحظة يعني كتحاول تصحح لهم الأخطاء ديالهم وتناقش باش مرة أخرى التلاميذ كيتعرفوا على الأخطاء ديال بعضياتهم باش مابقاوش يطيحوا في هاد الأخطاء. إذا هاد البيداغوجية تحل المشكلات هو أنها كت 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 تعلم لك يعني واحد الطريقة باش أنك كيفاش تجاوب على التمارين وعلى أي مشكل أي وضعية مشكلة. وكذلك لدينا بيداغوجية الإدماج، هو إدماج جو الاحتياجات الخاصة في مؤسسة عمومية، يعني كتدمج دوك ذوي الاحتياجات الخاصة في واحد المؤسسة عمومية باش تهم يكملوا الدراسة ديالهم. إذا هادو هما البيداغوجيات. درنا البيداغوجية الفريقية، قلنا يعني جعل التعليم متكيف مع الفوارق الفردية، يعني ما خصش يكون كما قلنا، خصك تراعي دوك الفوارق اللي كاينة بين التلاميذ. كذلك بيداغوجية الخطأ، قلنا بأن الخطأ أمر طبيعي والخطأ إنساني ومن الخطأ يتعلم الإنسان. وكذلك درنا بيداغوجية اللعب، قلنا يعني دمج اللعب يعني في ضمن العملية التعليمية التعلمية. وكذلك درنا بيداغوجية التعاقد، يعني كما قلنا الكونترا، يعني في بداية المشوار الدراسي كيحط الأستاذ بعض القوانين ولا بعض الاتفاقيات بينه وبين التلاميذ وكيتماشوا عليهم. وكذلك درنا بيداغوجية المشروع، يعني واحد المشروع كيدير الأستاذ والتلاميذ وكيتماشوا عليه. وكذلك درنا بيداغوجية حل المشكلات، يعني هو انك تدرب التلاميذ على انه كيفاش يجاوبوا على الوضعية المشكلة والطريقة مثلا المنهجية، كتعلم المنهجية مثلا بحل المسائل، كيف التدرب على المسائل، مثلا تحديد المطلوب، مثلا تجزئة المسألة. وكذلك درنا بيداغوجية الإدماج، هو إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسة عموم
إذا نكتفي بهذا، نتمنى نكون وصلت لكم الفكرة في هذه الأنواع ديال البيداغوجية. حاولت أنني نشرح ونفصل أكثر، ونتمنى يعني إلا عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع أصحابكم، وما تنساوش يعني تشتركوا عندنا في القناة كدعم لينا، وديروا لايك للفيديو إلا عجبكم، وتخليوا لي شي كومونتير كتحفيز، ونتمنى لكم التوفيق والله يوفق الجميع، وشكرا.